كثير من الناس حبوا الكي بوب او الموسيقى البوب الكوريه بالعالم وبالاردن اكيد وبالوطن العربي. اليوم معانا تنتين من محبين ومؤسسين بيج على الفيسبوك بعنوان جوردنز كي بوب لافر، جوردن كي بوب لافرز، راح يحكوا لنا اكثر عن الكي بوب وموسيقى الكي بوب. معنا منى عبد الباسط وديانا عطايا. اهلا وسهلا فيكم. حالكم؟ اهلا فيكم. قولوا لنا ايش هو الكي بوب للناس اللي ما بتعرف شو هو الكي بوب. هلا الكي بوب هو عباره عن كوريان بوب ميوزك، اختصارا للكي بوب اختصار للكوريان بوب ميوزك. هلا هي موسيقى عصريه وطبعا ما بتتضمن بس اللي هو نوع الموسيقى البوب، عن جميع الاشكال انواع الموسيقى، يعني بتتضمن هيب هوب، بالاد، يمكن راب، كله بنفس الاغنيه. طب عشان نتعرف عليها اكثر خلينا نشوف فيديو صغير وراجعين معكم. يعني حلو كتير وإشي نوعا ما غريب يعني علينا، مش كل الناس يعني بيهتمين في هذا الموضوع. هلا احكوا لي شو الفئة المستهدفة من هذا الفن؟ أكيد هلا الكي بوب يعني صراحة ما في له فئة معينة، يعني احنا جمهورنا الفانز يعني بتتراوح أعمارهم من 11 ل بتقولي 30 سنة. يعني مثلا منى هلا هون، يعني قد إيه لك أنت كي بوب فان؟ تقريبا من 15 سنه. 15 سنه حلو. يعني عادي ما له عمر الكي بوب، يعني اي حدا بيقدر يستمتع بالكي بوب ايش ما كان عمره. حلو كثير دينو انتم حابين الموضوع وهيك. هلا في عندنا مشاركه الاردن في مهرجان الكي بوب، كان اشتركتوا فيه كم مره، كم سنه اشتركتوا في هذا المهرجان؟ هلا مهرجان اللي هو الكي بوب وورد فيستيفال بدعم خاص من الوزاره الخارجيه الكوريه، وجاي يعني مقدم من السفاره الكوريه بالاردن، ونحن المنظمين فيه، وهو حفل مجاني، دخول مجاني طبعا، مدعوم من شركة سامسونج، طبعا شاوت اوت لسامسونج. في كمان بتضمن انه طلبات دخول تسجيل من المشاركين بحبوا يفوتوا يسجلوا، وفي جوائز متنوعة بنقدم منهم احداهم السفر لكوريا. يعني هو عبارة عن تقريبا برنامج مواهب خلينا نقول، بيقدموا له عدد من المشتركين، بنعمل له اوديشنز يعني مبدئية، بعدين بنختار منهم 12 متسابق، منهم ناس بتغني، ناس بترقص، ناس بتغني وبترقص بنفس الوقت كمان. كتير. في كتير ناس بتعزف برضو على الميوزيكال انسترومنتس، فمن هدول المتسابقين بنقي تقريبا 4 مراكز، مركز اول ثاني ثالث ورابع، والسفارة الكورية بتقدم لهم جوائز نقدية، وكمان اللي بتأهل من الأردن في له فرصة إنه هو يروح على كوريا، يسافر على كوريا ويقدم العرض اللي قدمه في الكي بوب وورلد فيستيفال. حلو كتير. طب هلا منى أنت عملتي صفحة قد ما أنت بتحبي الكي بوب، هاي الأشياء شو اللي يعني كيف بلشت قصة حبك للكي بوب؟ كيف بلشتي إنه عن جد أنا بدي أعمل صفحة ويعني أفرج الناس شو هو هذا الفن؟
طيب الموضوع هو شوي طويل. هلأ بلش بفترة اللي هي لما بلش صار الإنترنت في ينتشر بالعالم وصار أخذ يعني مكانته بالعالم وعنا بالذات بالوطن العربي. فعن طريق النت بالصدفة شفت هيك باندز كورية وكذا، فأنه شفت أنه إيش هذا، واو أنه إشي حلو، إشي غريب، لفت انتباهي زي ما هو لفت انتباه الكل أنه الكي بوب عبارة بيكون مجموعة عن أفرقة متنوعة، فرقة بنات فرقة شباب، قليل ما بتلاقي سولو مثلا أو زي ما إحنا متعودين هون بالعالم العربي نشوف أو بدول تانية. فعلى أساسه قلت أنه خليني أعمل صفحة وأشوف أشوف إذا بلاقي ناس مثلي بحبوا. وبالفعل 100 200 300 صار العدد يزيد. مع ازدياد العدد قررت اني اعمل تجمعات. عملنا تجمعات ثقافيه كوريه، ومن بعد التجمعات هاي توصلوا لنا طبعا السفاره الكوريه، وعلى اساسها صرنا ترسمونا بشكل رسمي كصفحه رسميه كمبادره شبابيه لنشر الثقافه الكوريه بالاردن. كثير حلو، قد ايه حلو انك جمعتي ناس بتحب نفس الشغله. طبعا الصفحه بلشت يعني بعدد كثير قليل، كانت اول تجمعاتنا 10 اشخاص، آخر حفلة عملناها 3000 شخص حضر. ما شاء الله، فيعني الفانز عم بتزيد يوم عن يوم. بالتوفيق. بالتوفيق. شكرا منى وشكرا ديانا. انتم حاضرين لنا عرض مش هيك؟ طبعا. فخلينا نشوف العرض مع بعض. العرض اكيد Yeah.